البيع المشروط في تونس هي حاجة ما هيش باهية، حتى الكليونات معناها تحرجهم يقعد في قهوة عادي لاباس عليه، معامل معناها باش يقعد مرتاح يرتاح وكل شيء. أبارامون الواحد كي يحب يعمل قهوة يحب يرتاح، يحب يبدل شوية الشونج ليزيدي شوية ويعمل حاجة باهية، يجي مثلا سيرفور يفزد لك قاعتك على حاجة معناها يحب يقول لك يلزمك تهبط دابو زمان، يلزمك تهبط لافاتزا ما عندناش اكسبريس، الوغ كو بعتلي ما يجيبلكش التيكي نتاعك ويقول لك راهي لافاتزا، يعمل لك اكسبريس نورمال ويحسبها لك لافاتزا في القهوه. لا حاجه ما مشني مقتنعه بها ما نخويهاش ما نهبطهاش، اما حاجه كي تبدا حاجه بها نهبطها، حتى كي تبدا بالفين ولا بثلاثه ولا اما كي تبدا حاجه اوف دي جي نورمال ما ثم حتى مشكل. كيفاش يعني باش تعمل قهوه ويجيبوا لك كعبه جات اوف دي جي عليك يعني اوف دي جي نورمال. انا صارت لي وقبلتها بعد مشروط ولا شوفها استغلال مع المواطن غنيتي حتى قعدت المدام تاعك في قهوه تحكي مع تسمي فيه باش تاخذ كل ما تعطي كل ما يجي هو يفرض عليك حاجه، نجم تكون انت ما عندكش فلوس بالضبط هيك تنجم انت ما نعرفش تحب تقعد في البلاصه هذيك ما انت السيرفيس نتاعهم هكاك. صارت لي انا قبل فهمتني، صارت لي قبل في دابو زمان زاده لازم تقعد معناتها تهبط قهوه ومع دابو زمان دابو زمان هذيك اشرت عليك معناتها زاد هيك من بعد في الفاتوره من 2500 ل 2500. الحكايه هذيا صارت لي ساعه قبل، قاعد في قهوه تحبها اكسبريس، قلت له اكسبريس جابها لي فاتزا كلفها لي ب 2000 و 3200 دار اش عندي مقبول، سكت خلصت ومشيت على روحي ما عادش نقول له لا بدلها لي اكسبريس عاديه، جبالي لفاتزا لفاتزا شنو عندي ما نعمل. انا مشيت القهوه في تونس العاصمه خذيت قهوه نتاعي، قلت له قداش؟ قال لي 3500، ولكن اللي بحذاه مهبط نفس القهوه ما قال له على صاحبي سافاش الحوالي، قال له 2500. عيطت له انا سيرفور قلت له اش معناها حتى القهوه ولات بالوجوه، قال لي لا هذاك انت ما تعرفوش ولد شكون، شكون ولد شكون؟ صارت لي في القهوه ثم تكون قاعد في التيراس البرة تجي تدخل الداخل تقول لك معناها تفرش في البارتي لما تهبط دابوز 100، دابوز 100 تكون في سعر الايام بعد الدينار ترجع حالك بالفيل، حكايه ماهيش عاديه. انت ما نعمل لازم تفرش في البارتي نهبط دابوز تفرش في البارتي ونروح ولا راح. فعلا مشروط في كل قهوة تو بريسك في وسط البلاد، أما أنت وكيفاش تتصرف؟ فهمت؟ أنا بار إكزومبل ما شرطتش علي ما مستحيل باش يشرط علي، فهمت؟ نخلصوا فيها وما ناخذهاش أنا نخلصوا مصر، فهمت؟ ولازمها ريتها ترجع كمنظمة الدفاع المستهلك، كانت تخدم قبل وكانت معناها صارت حتى عاقبوهم ناس بالوقت قدامي، ومن بعد ما نهاية ما عادش تخدم ولا يبيعوا على كيفهم. والله حاجه مش باهيه ام برانسيب، واحد باش يشرب حاجه ما تشرب قهوه مثلا ويشرب تعليم ولا يشرب تعليم باش ياخذ دابو زماء معاه، ربما ما عندوش فلوس وقتها باش ياخذ دابو زماء ولا ما حسوش بالماء، عنده كان حق القهوه. وصارت لي مره في مثلا في عطار مثلا وقت الحليب مقطوع، قال لي ما عنديش حليب، وفي الاخر مد لي باكو حليب وقال لي معك كابتن يوغرت، انا بطل ما خديش الحليب اليوغرت، نرضى روحي معناتها ما نشريش الحليب ما تحكمش عليا باش انا حر. بالله خويا شوف انا هو القهوي هذا واحد يجي يعمل قهوي يهبطوا له لافاتزا والريحه هذاك وبليجي دابو زامي وطرب قط ومنا ومنا ومنا، خويا رانا زباب نحبوا نعمل اكسبريس دابو زامي على حسابنا نورمال ما خلقناش كان هبطناه احنا، لما مش تجيب لي دابو زامي ولا لافاتزا ومنا ومنا تاكل لي بالهف، خويا رانا زباب كنا من 9 شهور نحبوا ناكلوا حوايجه ونشربوا حوايج ونعملوا قهوه على ربيعنا ونروح، مش تجي تاكلني بالهف ومنا ومنا برا خويا ليتكم مزيان. جوسي كونترين على البيع المشروط خاطر قد سمح لي يجيك وقت يجيك في الاخر ولا مثلا على لافازا يجيك في الاخر يقول لك مثلا من 6000 ولا من 7000 الوغ كو انت حبيت على ديريكت ولا كبشه عاديه به فما حاجه اخرى تبدا جروب انت مع جروب يجي يقول لك انت تقول واتين دابو زامي صغيره يقول لك يسكس كلام يقول لك علي دابو زامي صغيره هي عجبني مش لوجيك الحكايه صارت لي نمشي للعطار مثلا مش ناخذ الباكو حليب يقول لازم تاخذ معايا ياغورت وانا ما نحبش ناخذ ياغورت بالصفه انا مضطره باش ناخذ ياغورت مع الحليب. اي صارت لي الحكايه قبل وبالنسبه لي انا معناها تضر
مولاي القهوة ولا اللوكال اللي أنا باش نقعد فيه تضره هو أكثر من اللي باش تضرني أنا، خاطر تشوفيه باش تصير الحكاية ذي ما عادش نعاود نقعد فيه.